في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 605 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة بنطاق 21 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل، وضبط معهم 310 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 63 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1270 قطعة سلاح ناري أبرزها 167 بندقية و120 بندقية آلية و62 مسدساً و921 فرد محل الصنعة وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و152 خزينة، إضافة ل1402 قطعة سلاح أبيض، كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 590177 حكماً قضائياً بإجمالي 37074 متهماً، من بينهم 2468 حكم جناية و207013 حكم حبس و297765 حكم غرامة و82931 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 22 تشكيلاً عصابياً ضموا 84 متهماً قاموا بارتكاب 324 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 69 حادث ما بين قتل عمد وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 90 متهماً، كما تم إعادة 6 سيارات مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1766 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1943 متهماً وبحوزتهم ما يقرب من 718.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش وقرابة 146 طن من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهيروين وزنت أكثر من 47 كيلوغرام، إضافة إلى ما يزيد عن 17.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وعدد 19615 قرص مؤثر و20947 قرصة ترامادول مخدر
و6,058 قرص كبتاجون مخدر. كما تم إبادة مساحة 287 فدان منزرعة بنبات الخشخاش المخدر و14 فدان منزرعة بنبات البانجو المخدر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 543 مليون جنيه. كما تم ضبط 6 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وضبط قضيتين غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 240 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.